هكذا بدأ المشهد في منطقة جليب الشيوخ. الباعة يفترشون الأرض في بضاعة متنوعة كالخضار والفواكه والمواد التموينية، ولكن فجأة حدث ما لم يكن بالحسبان وما لم يتوقعه هؤلاء الباعة. يبدو أن هناك أمر غريب، ماذا حدث؟ فالكل هنا بدأ يبحث عن مخرج. البعض استطاع يهرب ويحمل معه ما خف حمله، والبعض الآخر تم القبض عليه. وإذا عرف السبب بطل العجب، فرجال طوارئ فرع بلدية جليب الشيوخ شنوا حملة تفتيشية لتكون الحصيلة، وبعد الكر والفر 7 أطنان من الخضار والفواكه والمواد التموينية المحظور بيعها خارج نطاق وزارة التجارة، خاصة السكر والعيش والحليب وغيرها من المواد المدعومة والتي توزع ضمن البطاقة التموينية للمواطنين فقط.